السلام عليكم، رجعنا لكم في حلقة جديدة من أنمي الأسبوع. كلا سوري، خلونا نبدأ. قبل لا نبدأ في الحلقة إجابة بسيطة على سؤالاتكم. كثير منكم يقول لي الشخص الضيف هذا يضحك على إيش وإحنا نصور، لأن أنا قاعد أجنن ما أطفش يعني وإحنا نصور. على العموم، شفنا الأسبوع هذا أنميات كثيرة حلوة، مو بكثير، ثلاثة أنميات، لا أربعة أنميات هي اللي شفتها بالنسبة لي أنا من وجهة نظري شدت انتباهي الأسبوع هذا. راح نبدأ فيها واحد واحد. خلونا نبدأ معنا ناتسو نو تايزاي. بالنسبة لنا ناتسو نو تايزاي راح نتكلم عن حلقة 16 17 18 18، اللي هي ثلاث حلقات. أنا وماجد متفقين حلقة 16 و17 كانت من الحلقات التفجيرية، وأخيرا صدق لي توقع بنا ناتسو آرثر بن دراجن مع ميرلن. آرثر بن دراجن شخصية تاريخية، وقلت ميرلن مع انهم قالوا من قبل في مارلين احد الخطايا، لكنهم قالوها مارلين، ما انتبهت ان ميرلين مارلين نفس الاسم تقريبا، فواضح منه الساحر اللي مع آرثر. ما حركت عليكم هذا التوقع من الاساطير، يعني اللي ما يدري ان آرثر معه ميرلين هذا مصيبه، ما يدري ان توم معه جيري. مجرد تاكيد مره ثانيه على ان محمد ما شاء الله عليه خبره في الاساطير. يعني مش توقعاتك لميرلين؟ والله صراحة قدرة انه مسوي جيش كامل، وقدرت حتى تخدع هندريكسن ودريفس، كلهم خدعتهم وظنوا انه فعلا في جيش كامل. هذا دليل على قوته انه تستحق انه تكون من الخطاسبة. طبعا الى الان ما بقول تأكدين من المعلومة، ولكن الكتاب مبين من العنوان يعني عندها قدرة ماجيك وطبيعية، لدرجة انه هندريكسن يقول حق الاثنين اللي معه عدواتكم وراكم وراكم اهتموا فيها. ولاحظ انهم يشيرون لها على انها انثى، يعني كانوا يدرون انها بنت. ما ادري صراحة شكلها، انا اقول شكلها هي صراحة. ولاحظت قوة آرثر، هندريكسن مع آرثر، يعني حتى لو ان صدقنا في قوة ميرلين وان احنا حرقنا عليكم مع ان احنا ما حرقنا، لكن زي ما قلت لكم ما يدري ان ميرلين مع آرثر، كنا يقول ما يدري ان توم مع جيري، توم وجيري نفس الشيء يعني. لكن شنو قوة آرثر؟ يعني حسب الأساطير إذا ماني غلطان وهو الملك اللي سحب السيف من الصخرة بالضبط. الله كويس، عارف أساطير. باختصار يعني قوة القتالية أسطورية، وفعلا عرفنا هذا الشيء يوم هندريكسن هجم عليه بالسيف، رغم أنه كان يصد لأنه قدر يشق جبهة هندريكسن. يعني أنه عنده قدرة صراحة وقوة جبارة. أنا متحمس أشوف أسلوب قتاله، وهذا أحد الأشياء السلبية من وجهة نظر محمد. وبرضه يعني بصراحة حتى أنا متضايق منها، أنك كنت جاي حلقة 18 بشوف قتال هندريكسن وآرثر، لا ركزوا الفايت على ديانا وعلى كينج ودوفس وهنبرم. هنبرم ده هذا اللي عاد نطلع قرون محمد في رأسه. يعني كان في تشابك في الخيوط قوي، عندي من يوديس وبان رايحين يبون ينقذون إليزابيث، إليزابيث مع أختها مارغريت. غير كذا عندي دياني اللي دخلت بطريقة سحر عن طريق الكلب اللي جابه كينج، وفجأة وفي علقت في النص ما عرفت تدخل. جاوثر كينج، في عندنا جولا اللي اكتشفت ان الفرسان المقدسين هم اللي اذنبوا في حق ابوها، قتلوا ابوها. هندريكسن دوريفوس، ده كله يضيع في حلقة 18 ما بين هيلبرم وكينج. بالضبط، في كان جزئية البداية كانت حق ديرفس مع جاوثر، وكانت قوية جدا جدا، دخلها بالخيال. وانا فعلا انا شفت انه دخلها بالخيال، اكيد انه يعني جاوثر ما انطعن، طلع بالخيال انه فعلا جاوثر انطعن وطاح في الارض، فصدمت انه جاوثر انطعن. بس برضو توقعت انه يعني ديرفس ما جاء ضرر، الا انه فعلا جاء ضرر اسطوري، ما قدر حتى يوقف على رجوله وطاع، لدرجه ان جيل ثاندر دخل وانقذه. جيل ثاندر دخل وانقذه، طبعا جيل ثاندر ما يدري ان دوريفس هو اللي قاتل ابوه، لان دوريفس يصير عم جيل ثاندر. هذا اللي ما انتبه يعني، لان جابه من قبلنا، جيل ثاندر هو ابن الفارس الاعظم وقائد الفرسان المقدسين زاراتس. اي زاراتس، ويتهم من يوديس انه هو اللي قاتل ابوه، بينما هو ما يدري ان دوريفس اللي هو قاعد يحميه الحين هو القاتل الحقيقي. وايضا عمه اللي ما يدري ان دوريفس وزاراتس اخوان. من هو الوحيد الحين اللي عارف هالشغلة؟ جوثر هو اللي عارف ان دوريفس وهندريكسن هم اللي سببوا المشكلة هذه، لانه قدر يدخل في ذكريات دوريفس ويشوفها ويتحكم فيه ويعفس عفسها عفاس من فوق الى، وهذا السبب اللي خلى دوريفس اصلا بقتله، انه يدري انه هو الوحيد اللي يقدر يطلع ذكرياته ويكتشف انه هم الخوان.
بس ما عنده يعني كان حاول يطعنه فعلا طعنه بسرعه اسطوريه، ولكن نفس الوقت جوثر قدر يهزمه دماغيا. حاليا جوثر بين الحياه والموت، ديانا بين الحياه والموت، ما ندري هم ماتوا حيين. اتوقع ان يمكن ميرلين عندها قدرات علاجيه وتقدر تعالجهم. اتمنى اتمنى يعني لازم يعيشون يعني توهم ما بعد يكتمل الطاقه، ما بعد يصير السابعه عشان يموت شخصيتين من السابعه. هذا المصيبه. نجي لمعركه كينج وهنبرن اللي نرفزتني صراحه. حتى انا يعني شوف انا كنت معجب بالحلقه لما تناقشت مع هذا المليح وبين لي نقطه برضه حتى انا تنفست بينها لي. هيلبرم من البداية جايبين مدى قوته، لكن قبل لا أحكم على مدى قوة هيلبرم لازم أحلل الأنمي. أنا شايف أنمي ناناتسو أن ما في شيء يطلع لله تلميح من قبل يعطيك هنت يعني شيء أن هذا فيها النقطة فيها النقطة فيها النقطة فيها النقطة. ما عدا هيلبرم جاب قزم بعدين يتوحش لما جمل يوتس بطاقته الشيطانية وكان بيقضي عليه عذاب، جاب لنا تلميح أنه عنده قدرة اللينك بالضبط، أنه يقدر يسوي رابطه، واخذ شوي من قوه هندريكسن عشان كذا قدر يتفوق على ميليودس. بلعناها، سحره دائما يتنوع وعنده ضد لكل شيء. يلا معي في واحد في اللينك قاعد يعطيه مضاد، بلعناها. لكن لما جاء كينج وجاء بيقضي عليه هلبهم على اخره، كينج التفت عليه قال يلا عاد يلا تعال شكلك الحقيقي عشان تصيب كامل قوتك. سلامات يعني طول ذيك الفتره كان يقاتل بقوه مش كامل قوته، يعني مش فيها شوية عدم منطقية وفيها الخلل اللي أنا كنت أتكلم عنه في بليتش، عدم توازن القوة. قوة. وهذا الشيء برضو اللي بنرمز محمد إن الحلقة الجاية 19 على الأغلب راح تكون توضيح زيادة لذكريات كينج مع هيلبرن. باختصار اللي صار في الحلقة هذه هو هيلبرن وكينج علامات تعجب وعلامات استفهام وأخوها عني اللي صار بين دورفس وقوثه، هو أن كلاهم استخف بالثاني. إلى هنا نقول خلصنا نقاش عن ناناتسو نو تنزاي. خلونا ندخل في الأسطورة الثانية من 2014 باراسايت. أخيرا أخيرا بعد طلبات كثيرة منكم يا جمهورنا العزيز اقتنع الأخ أن يتابع باراسايت. لأن أنا كنت أحاول أقنع فيه وهو متردد يتابع ما يتابع متابع ما يتابع. بعد محاولات من الجمهور كثيرة تابع محمد براسايت ده بالطبع براسايت أخيرا هالأسبوع جلس عليه وتابعه كامل الأسبوع اللي طاف إلى الأسبوع. فخلونا نسمع رأي محمد عن 18 حلقة الأولى من براسايت. طبعا ما جيت سوى لكم انطباع لكن بعطيكم وجهة نظري عن الأنمي هذا. كان الأنمي بالنسبة لي ممكن يكون 10 من 10 لولا وداءة الرسوم، لكن بعدين ماجد نبهني ان الانمي عباره عن مانجا قديمه جدا منتهي عام 1995. اللي بيروح يشوف رسوم المانجا بتلوع تبدا من الانمي. اوكي على عيني وراسي انا احب المانجا، ولكن الرسم اللي كان موجود في المانجا سيء جدا جدا جدا. لما نبهني ماجد النقطه هذه شلت من راسي موضوع الرسوم ودقتها وجودتها. الانمي عباره عن تصادم مشاعر غير طبيعي. الانمي جاء في فتره كان الشنن نمط شنن اللي هو المغامرات اللي الفتيان ترى ميت في ذيك الفتره، كان نمط الدراما والشوجو هو اللي مسيطر. بالضبط. روحوا شوفوا الانميات القديمه، الدراما والشوجو كانت هي اللي مسيطره على الساحه والميكا. الانمي هذا كمانجا لما جاء ذاك الوقت كان وقتها شنن مش موجود، مو بذيك القوه، فالدراما حقتها كانت مسيطره اكثر، بس هو يظل شنن ويعتبر ايضا قدرات خارقه، يعتبر فيه شويه رعب. مو طبيعي اللي قاعد اشوفه قدامي، كيف امه تمكن منها الباراسايت. انا ادري ان الباراسايت من جابوا ان امه بتروح في رحله مع ابو، ادري ان الباراسايت ودي ادخل في الشاشه واقول لها لا تروحين بتموتين بتموتين، خدعه قديمه من ايام افلام الرعب حقت التسعينات بتموتين. فعلا ماتت وصار اللقاء بينهم وقتلها. بعدين شاف العرافة اللي كان يتألم من ألم صدره وتقول له لازم تتلاقى مع الشخص اللي سبب لك الجرح عشان تتعافى منه. قال أنا قتلت الشخص هذا. قالت أنا أقول طيب والحل يخرب بيتك والحل، طيب أنت قتلت الشخص بس ما طاب الجرح اللي فيك. اختلاط مشاعر خيالي، اختلاط مشاعر خيالي. صدقوني الأنمي هذا الظلم الوحيد اللي جاء ليش ما أنتج في ذيك الفترة. ويوم أنه مسك الطفل في يده وأمه وذي يعني البراسات جاية تشكلت على شكل أمه قدامه، تخالطت المشاعر عنده ورجعت له إنسانيته مرة ثانية وإنسانيته. لكن أنا لين حلقة 12 وأنا قاعد أقول
أنا أذكر ماجد يوم سوى الانطباع كانوا واصلين حلقة 12 وكل حلقة تنتهي يصارخ 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 وباراسايت باراسايت الناس يقول باراسايت. أنا ما شفت انطباع باراسايت أنا ما شفت الأنمي باراسايت باراسايت خلينا نشوف باراسايت. فمصيبة لك يا عاشق الأنمي إنك تشوف شيء حوله ضج لأنك ما راح تقتنع. لكن أقوى مشهد عندي من فوق السطح يوم تتوحش يده ويرمي حصى. هنا أنا قلت باراسايت زي ما يقول ماجد باراسايت بشوف باراسايت باراسايت لأن وصلنا حلقة 18. هنا أنا توجعت لخبطت معاي الأمور احتجت خبرة ماجد لأن أول شيء تكوين الكائن اللي لاحقه في الغابة شنو ما فهمت أنا شيء وحلقة 18 برضو ما فهم شيء شرح لنا بس توضيح يعني الكائن اللي لاحقه في الغابة هو من إنتاج توموكاريكو ونفسها اللي دمجت 5 باراسايت في جسم واحد واحد في اليد واحد في اليد الثاني واحد في الرجل الرجل الثاني وفي الرأس ولكن في 2 بس اللي هم ماكي يقدر يسيطر عليهم ولكن ماكي ما يقدر يتحكم فيه بالكامل ما يقدر يسيطر على الجسم بالكامل فلذلك تشوف حركاته في اليد مركضة بطيئة تشوفه ما بعرف يتحكم برجوله قتاله سيء عنده قوة جسدية صلب جسمه كله تقريبا صلب عدا البطن يعني هو المنطقة الضعف الوحيدة ولكن تحكمه بالبراسايت ضعيف لما يتحكم الشخص الثاني ينتقل ويركب الراس وماكي يصير في اليد يرجع مكانه هنا تطلع قوة الشخص هذا والتجربة الناجحة الفعلية أن عنده سيطرة بالكامل على اليدين على الرجول نجوا منه بإعجوبة بذكاء ميجي يوم يفر الدركسون على جهة التريل الثاني وتصقع التريل ويطيح ولا كان ما قدروا حتى ينحشوا منه وحذرتهم توموكاريكو وقالت لهم إيانكم تقتلونه ما راح تقدرون تنجون قدامه وبرضه تو بتكمل بتقول العمدة وهو اللي أنا بالنسبة لي أعتبره أكبر خطر موجود حاليا جاء المفتش وطلق عليه وذبح حمام ده حتى ولكن الشيء العجيب واللي حتى ميجي نفسه تعجب منه إن توموكاريكو من كثر ما هي قاعدة تدرس وتتعلم وصلت المرحلة إنها فعلا قامت تشعر بمشاعر تجاه الطفل حبت الطفل حمت الطفل وقالت حق شينيشي شكرا لك أريغاتو كلمة أريغاتو يعني امتنان امتنان ميجي انصدم يوم سمعها تقول كلمة امتنان لشينيشي فشغلة انتقلت إلى جزئية جديدة يعني وصلت لمرحلة جديدة أو تطور ما كنا نتوقع أن نلقاه في الباراسايت بالنسبة للجزئية الأخيرة المجرم اللي جابوه مربط وحطوه واللخبطة اللي في ناس كده ما فهموها هذا بكل بساطة قاتل متسلسل ولكن عنده إحساس يقول أنا أقدر أفهم مشاعر يعني زي ما جابوا من قبل إنك أنا تقدر تحس بالباراسايت هذا قاعد يدعي إني أنا أقدر أحس فهم حطينا كاختبار يبغون يشوفون إذا فعلًا يقدر يعرف ولا لا الأربعة اللي جاوا قبل شينيشي كلهم كانوا برضو ناس يدعون دجالين إنهم يقدرون يكتشفون إذا الشخص باراسايت ولا لا شغلة صارت بيزنس يعني الناس خايف من باراسايت واستغلوها إحنا نعرف إذا باراسايت ولا لا خنفوش حنبلوش فيك باراسايت بالضبط هذا نظام الدجالي هذا المجرم عنده القدرة فعلًا إنه يحس بالباراسايت فكان خايف يقول بتجيبوا لي باراسايت قدامي بيكسر على القزاز وبيدخل بيقتلني ما ادري شنو قال لا تخاف القزازه دي عازله للرصاص وعازله للصوت ما يمدي يسمعك قل اللي تبي ما سمعك يعني المفتش يسمعون هذا ويسمعون شينيشي ولكن لا شينيشي يسمع المجرم ولا المجرم يسمع شينيشي عشان كذا المجرم كان يقول حق المفتش قل حق شينيشي طلعني في عيوني وخزف ذيك النظره الاسطوريه اللي يعني انا ادري انك انت فعلا باراسايت فهل راح يكشف شينيشي في الحلقة القادمة أو لا هنا السؤال احنا قلنا ان احنا شفنا 4 انميات اللي كانت تستحق الامتنان في الاسبوع هذا لكن اللي يستحق انك تسوي عنه انطباع فعلا في الاسبوع هذا كان ناتسو نو تايزاي باراسايت في كوكو نو باسكت في كلاس اوف فاسينيشن وديث باراد معليش اوت بارا بابا بابا من اللستة مع السلامة كذا صير وصلنا إلى نهاية حلقتنا في أنمي الأسبوع أتمنى الانطباع حقنا عجبكم لا تنسون الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا عجبك الفيديو كتب أي كومنت عندك تحت أو ملاحظة أو تصريح أو توقع أيا كان و نشر الفيديو لأصحابك قطعت الشير اللايك سبسكرايب الكومنت وشوف الانميات هذه على اوكي انمي والحين اقدر اقول لكم شوفكم على خير.